السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله درسنا النهاردة هيكون عن الجهاز التنفسي The Respiratory System. وطبعا أخذنا في الجهاز الهضمي أنه كان ليه وظيفتين مهمين جدا، وهما هضم وامتصاص الطعام. ووصلنا للصورة النهائية للطعام وهو الغذاء المهضوم Digested Food، وعرفنا أن الغذاء المهضوم بيروح لجميع خلايا الجسم بواسطة circulatory system الجهاز الدوري. وطبعا عارفين ان جسمنا our body consists of a group of systems، مكون من مجموعة من الأجهزة. كل جهاز each system consists of a group of organs، مكون من مجموعة من الأعضاء، وكل عضو مكون من مجموعة من الأنسجة، وكل نسيج مكون من مجموعة من الخلايا. يعني جسمنا في الآخر هو عبارة عن ملايين من الخلايا، وعلشان جسمنا يكبر لازم كل خلية من الخلايا تكبر، وعلشان كل خلية تكبر لازم تحصل على مكونات الطاقة اللي تخليها تقدر تكبر وتقوم بالعمليات الحيوية. علشان كده احنا أخدنا في الجهاز الهضمي ان الخلايا كلها بتحصل على الغذاء المهضوم digested food من الجهاز الهضمي. النهاردة إن شاء الله في درسنا هنتعرف إزاي الجهاز التنفسي The Respiratory System بيمد كل الخلايا بالأكسجين، والأكسجين هو المكون الثاني من مكونات الطاقة. زي ما شفنا في الجهاز الهضمي The Digestive System كان بيتعامل مع الطعام Food، وشفنا رحلة الطعام من أول ما دخل الفم لحد ما تم امتصاص الغذاء منه. لكن النهاردة هنتعامل مع الهواء air. الطعام food كان بيدخل من الماوس، لكن هنا الهواء هيدخل من مكان مختلف وهو الانف nose. فاحنا نتعرف الاول على تركيب الجهاز التنفسي the structure of the respiratory system. The first organ is nose، الانف. The nose is the first part of the respiratory system and through it the air enters the body. يعني الأنف هي أول عضو من أعضاء الجهاز التنفسي، ومن خلالها بيدخل الهواء للجسم. ولازم الهواء يدخل من الأنف. ليه؟ لأن ليها وظيفتين مهمين جدا. أول حاجة the nose filters the air from dust and microbes before entering the lungs as it is lined with mucus and hairs. بتنقي الهواء الداخل للرئتين من الأتربة والميكروبات بواسطة طبقة من المخاط تبطن الأنف والشعر. تاني وظيفة للأنف وهي تدفئة الهواء الداخل للرئتين. It warms air before entering the lungs as it is lined with blood capillaries. لأنها مبطنة بشعيرات دموية بتعمل على تدفئة الهواء الداخل للرئتين. وطبعا احنا عارفين ان لازم نتنفس من الانف علشان صحة الجهاز التنفسي. نيجي لتاني عضو من اعضاء الجهاز التنفسي respiratory system. تاني عضو هو pharynx، البلعوم. هنتوقف عند البلعوم شوية. احنا طبعا اخذنا البلعوم ده في الجهاز الهضمي digestive system، وعرفنا ان هو common cavity between esophagus and trachea. يعني هو تجويف مشترك بين الاسوفيجس وتريكيا، التريكيا اللي هي القصبة الهوائية. طبعا الاسوفيجس المريء ده في الديجستيف سيستم، لكن تريكيا موجودة في ريسبيتوري سيستم، وهو تجويف مشترك. يعني معنى كده ان هو بيعدي فيه حاجتين، بيعدي فيه فود الغذاء، بيعدي فيه اير الهواء. طيب ازاي الهواء بيعدي يدخل القصبة الهوائية والغذاء بيعدي يدخل المريء الاسوفيجس؟ ده الاسوفيجس، هنا اسوفيجس وهنا تريكيا. طيب المفروض ان في هواء، الهواء جاي كده من الانف نيزل كافيتي ويمشي كده الهواء لحد ما يدخل فين؟ في التريكيا هنا. لكن الغذاء بيجي من تجويف الفم كده mouth cavity ويجي فين؟ في الاسوفيجس اللي هو تبع الجهاز الهضمي digestive system.
طيب ايه اللي بيخلي الغذاء يعدي على طول هنا على المريء وما يدخلش في القصف الهوائية؟ حاجة اسمها لسان المزمار epiglottis. شايفين الجزء الصغير ده؟ الجزء ده اثناء البلع واحنا بنبلع الاكل بيقفل القصبة الهوائية. احنا زي ما احنا شايفين القصبة الهوائية مفتوحة باستمرار، لكن اثناء البلع during swallowing بيحصل ايه؟ this epiglottis close the trachea، بتقفل التراكيا علشان الاكل يعدي على طول على المريء وما يدخلش فين؟ في القصبة الهوائية. يبقى كده يبقى احنا عندنا تراكيا في اول جزء فيها اسمه epiglottis. The epiglottis closes the larynx or trachea during swallowing to prevent food from entering the trachea. يعني بتقفل فتحة القصبة الهوائية علشان الاكل ما يدخلش فيها. وزي ما احنا عارفين ان larynx اللي هو الجزء ده اللي بنقول عليه برضو voice box يعني صندوق الصوت، هو الحنجرة بتاعنا اللي بتصدر الأصوات، ودي تريكيا اللي هي القصبة الهوائية. نيجي هنا نلاقي ان القصبة الهوائية بدأت ايه؟ تتشعب لشعبتين، عشان كده بنسميهم الشعب الهوائية برونكاي. برونكاي هنا اتشعبت اكتر واكتر لحاجات كتيرة كده زي ما احنا شايفين اسمها برونكيولز اللي هي القصيبات الهوائية. والقصيبات الهوائية بتنتهي بحاجات صغيرة قوي اسمها الفيولاي، حويصلات هوائية، وهي عبارة عن اير ساك يعني حويصلات هواء او اكياس هواء. وزي ما احنا شايفين هنا الرئتين اللي هي تو لانجز، والجزء الموجود تحت ده تحت الرئتين اللي هو اسمه ديافرام يعني الحجاب الحاجز، وده دوره مهم جدا في عملية التنفس. دلوقتي احنا هنشوف وصلنا كده لحد الهواء خلاص دخل فين؟ في التريكيا. زي ما انتم شايفين التريكيا كده مدعمة بحلقات غضروفية علشان تبقى مفتوحة دائما علشان الهواء يمر باستمرار. The trachea is supported by incomplete cartilaginous rings to be permanently opened for breathing علشان تفضل مفتوحة للتنفس. كمان لو احنا بنشرب وفي نقطة مية دخلت غلط في القصبة الهوائية بنقعد نكح، ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان في اهداب مبطنة التريكيا من الداخل اسمها ايه؟ سيليا. يبقى عندنا تريكيا is lined with cilia to eject up the strange objects علشان تطرد الاجسام الغريبة برا الجهاز التنفسي. لو جينا نشوف two lungs الرئتين، the two lungs occupy the chest cavity يعني موجودين في التجويف الصدري. they are surrounded by ribs يعني الضلوع. طبعا الهواء هيدخل منين؟ air من القصبة الهوائية هيدخل في الشعب الهوائية دي bronchi، وهيفضل يدخل لغاية ما يوصل للحويصلات الهوائية اللي اسمها alveoli. في الحويصلات الهوائية دي هيحصل حاجة مهمة جدا جدا، وهي عملية اسمها عملية تبادل الغازات. هنشوف مع بعض ازاي بتحدث عملية تبادل الغازات اللي بنقول عليها gases exchanges. gases exchange تبادل الغازات. تبادل الغازات gases exchange. the blood carries carbon dioxide gas، الدم بيمر هنا محمل بغاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. طبعا غاز ثاني اكسيد الكربون carbon dioxide gas and water vapor دول ناتجين من الخلية. الخلية عاوزة تتخلص منهم وتطردهم برا الجسم، فهتطردهم من خلال الحويصلات الهوائية alveoli. فزي ما احنا شايفين الحويصلات الهوائية هنلاقيها كل حويصلة هوائية محاطة بشعيرة دموية، فبنلاقي انه في هنا دم محمل بايه؟ ثاني اكسيد الكربون carbon dioxide gas and water vapor هيدخل في alveolus الحويصلة الهوائية، بينما الأكسجين هيمر من الالفيولس لبلود كابيلاري الشعيرة الدموية. blood leaves carbon dioxide gas هيترك ثاني أكسيد الكربون. هياخد إيه بقى؟ blood carries oxygen gas to distribute it all over the body cells علشان يوزعه على جميع خلايا الجسم. وهنا carbon dioxide gas go to the alveolus and it is ejected out of the two lungs. يعني الكربون دايوكسيد هيدخل هنا في الحويصلة علشان يخرج منها خارج الجسم. طبعا هيخرج ازاي؟ ف
في عملية التنفس اللي بنسميها الزفير، بيخرج مع هواء الزفير. وهنتعرف دلوقتي ازاي بيتم عملية التنفس. عملية التنفس زي ما احنا شايفين اللي بنقول عليها respiration او breathing، هي عبارة عن حاجتين: inhalation الشهيق واكزيليشن الزفير. زي ما احنا شايفين قدامنا في الرسم المتحرك ده، هنلاقي ان ده اللي باللون الاخضر ده ايه؟ الحجاب الحاجز اللي بنسميه diaphragm muscle، يعني عضلة الحجاب الحاجز، وهي العضلة بتفصل بين التجويف الصدري chest cavity والتجويف البطني abdominal cavity. طيب دلوقتي احنا زي ما احنا شايفين بيحصل ثلاث خطوات علشان يحصل عملية شهيق inhalation. diaphragm contracts and moves down، ينقبض الحجاب الحاجز ويتحرك لأسفل. زي ما احنا شايفين الحجاب الحاجز في الوضع اللي الفوق ده منبسط، لكن لما يتشد لتحت كده بينقبض ويتشد لتحت. فايه اللي بيحصل؟ بيتسع التجويف الصدري وتتحرك الضلوع لأعلى. The ribs rise upwards. The chest cavity enlarges and oxygen gas enters. يعني التجويف الصدري بيتسع وبيدخل غاز الأكسجين. بينما في عملية الزفير exhalation diaphragm muscle relaxes and moves up، يعني بتتحرك لأعلى زي ما احنا شايفين في الرسم المتحرك. في الحالة دي لما بتتحرك لأعلى the ribs move downwards، يعني الضلوع بتتحرك لأسفل. And the chest cavity becomes narrow and carbon dioxide gas and water vapor goes out، يعني التجويف الصدري بيضيق وبيخرج غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء في عملية الزفير. يبقى احنا عندنا respiration process بتشمل حاجتين: inhalation و exhalation. inhalation زي ما احنا شفنا هي عملية دخول الهواء. The air saturated with oxygen enters the two lungs. لكن الزفير the air saturated with carbon dioxide gas goes out the two lungs. The system which carries out the breathing process is burning the digested food inside the body cells requires the living organisms get the needed energy from the process. The first organ of the respiratory system is the nose filters the air from dust and microbes as it is lined with the nose warms air before entering the lungs as it is lined with is a common cavity between the digestive system and the respiratory system. An organ found at the top of trachea and is called the voice box. The organ that closes the trachea during swallowing of food. Trachea is supported by to be permanently opened for breathing. Trachea is lined with to eject up the strange objects. Trachea is branched into two tubes called the two lungs occupy the cavity. Have thin wall and are surrounded by a network of blood capillaries.
are air sacs, where the gases exchange occurs. Is the muscle that has an important role in breathing. Muscle separates the chest cavity from the abdominal cavity. Is a process to get oxygen gas from the environment. The air rich in oxygen gas enters the lungs during the air rich in carbon dioxide gas and water vapor goes out from the two lungs during the ribs rise upwards and the chest cavity enlarge during the ribs move downwards and the chest cavity becomes narrow during the diaphragm muscle contracts and move down during the diaphragm muscle relaxes and move up during all the following methods are necessary to keep the respiratory system healthy, except